وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السفير عبد العزيز محمد العيد، رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية. مرحبا بك سعادة السفير في نشرة الثالثة. أشار جلالة الملك المفدى أيده الله في الخطاب السامي إلى أن التمسك بالعمل المشترك بين دول مجلس التعاون يعتبر من الثوابت الوطنية، وهو تعبير عن إيمان جلالته الراسخ بأهمية ترسيخ القيم السامية وتعزيز الوحدة الخليجية. لو تحدثنا أكثر حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتقدم بخالص الشكر لتلفزيون البحرين على الاستضافة، وأود أن أؤكد على أن الخطاب السامي الذي أدلى به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدى افتتاح جلالته دور انعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب يعد خارطة الطريق لنا، حيث أكد جلالته على الإرادة الوطنية الصلبة العازمة على مواصلة تحقيق المزيد من المنجزات والمكاسب الوطنية ضمن مسيرة النهضة الشاملة في مملكة البحرين والتي تضمنها المشروع الإصلاحي لجلالته. كما أنوه بما أكد عليه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بشأن التزام مملكة البحرين بنهجها الدبلوماسي القائم على سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل مع الأشقاء والأصدقاء في كل مكان، وهو نهج حضاري حكيم نابع من القيم الأصيلة والمبادئ الراسخة في المجتمع البحريني، وتستمد منه مملكة البحرين مرتكزات سياستها الخارجية الهادئة والمتزنة والقائمة على التمسك بالعمل والمصير المشترك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة. وسيبقى من ثوابت البحرين الوطنية والقومية، حيث إن مملكة البحرين تعتز بالمسيرة الخليجية وتحرص على تدعيمها وتعزيزها في كافة المجالات، وتتطلع لأن يعود العمل الخليجي المشترك ضمن مساره الطبيعي تحقيقا للأهداف النبيلة التي رسمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم منذ 4 عقود، بما تصبو إليه من توحيد الصفوف وتقريب القلوب وتنمية المصالح المشتركة. إن الحفاظ على مجلس التعاون كيانا راسخا ثابتا يتطلب منا العمل على تنفيذ ما صدر عن مقام المجلس الأعلى الموقر في قمة العلا المباركة، وما أكدت عليه القمة من ضرورة التزام الدول بالمبادئ والأهداف التي تضمن تماسك مجلس التعاون وتعزيز مسيرته. وأود أن أستذكر هنا أيضا التصريح المهم الذي أدلى به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى حفظه الله ورعاه في شهر أغسطس الماضي، والذي أشاد فيه جلالته بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواطنيها في كافة المجالات، مشيرا جلالته إلى ما تضمنه بيان العلا من تأكيد على الأهداف السامية للنظام الأساسي للمجلس، وذلك بتعزيز الترابط والتنسيق بين دول المجلس، وما أشار إليه بيان قمة العلا لما يعقده من مواطنو دول المنطقة من أمل باستعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي وتحقيق مزيد من التعاون والتكامل وما يعزز وحدة الصف والتماسك بين دول المجلس. سعادة السفير عبد العزيز محمد العيد، رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية، شكرا جزيلا لك.